طب بالنسبة للي حصل مع بطل مصر في السباحة القماش وانسحابه من سباق 1500 متر والتصاريح المتضاربة اللي سمعناها في الفترة الأخيرة، يعني في رأيك ده حصل ليه؟ يمكن اللي حصل ان مروان القماش اللي يعني اتقال في الفترة اللي فاتت سواء من اللاعب او من الاتحاد او من حتى من والده ان مروان القماش جاله إصابة في ركبته او آلام في ركبته منعته من المشاركه في السباق واعلن ان هو مش هيشارك في السباق وانسحب، لان هو لو كان شارك ما كانش هيعرف يعمل الدورانات في الميه، الحاجات دي كلها بتاثر على الركبه وعلى، فطبعا ما كانش هيتاهل اصلا، ما كانش هينفع يلعب في السباق وكان ممكن الاصابه تزيد. فاعتقد ان هو انسحب بسبب يعني الاصابه دي، مش بسبب اي سبب تاني، لان هو نافس في كل سباقات ولاعب يمكن كل ابطال السباحه في مصر. ما حدش فيهم اتاهل للاسف لدور النهائي او دور نصف النهائي غير لاعب واحد اللي هو يوسف رمضان 18 سنه، ده الوحيد اللي حقق انجاز في السباحه وحقق وكمان كسر رقمه الشخصي والرقم المصري في طوكيو في سباق ال 100 متر فراشه وتاهل نص النهائي. يوسف رمضان هو احسن سباح عمل انجاز في طوكيو من السباحين كلهم، فريد عثمان او مروان القماش او علي خلف الله، لكن كالسباحه المصريه في طوكيو كلنا حققنا ارقام شخصيه وارقام مصريه جديده، دي الحاجه المراكز المتقدمه اللي حققناها، لكن تاهل لنصف النهائي او نهائي او منافسه الميداليه في مصر للاسف ده ما حصلش. وليه حضرتك ممكن تقول لي ليه ممكن يحصل كده؟ السباحه لعبه زمنيه، لعبه ارقام، انت عارف رقمك، عارف رقم الصيني، عارف رقم الامريكي، رقم الجنوب الافريقي، انت ما ينفعش تقلع عن الناس دي، انت لازم عشان تقلع عن الناس دي لازم تكون انت اصلا مخطط من قبل كده. انت عارف من قبل منها فتره طويله ان انت رايح تلاعب الناس اللي محققين الارقام دي، فلازم نكون اشتغلنا على نفسنا وعلى تحطيم الارقام دي او اضعف الايمان الاقتراب منها، يعني على الاقل بس قربنا، مش هقول لك نحطمها. يمكن احنا شفنا البطل التونسي احمد حفناوي طب يعني ميداليه تاريخيه في السباحه، كلنا على فكره في مصر فرحنا له يعني. بالظبط، يمكن بطل تاريخي يعني عمل انجاز ما حدش مصدقه لحد دلوقتي، الدول الاجنبيه والمواقع الاجنبيه الامريكيه والاوروبيه كله بيتكلم على حفناوي ازاي جاب الذهب، وكان بيبدا السباق من الحاره الثامنه اللي هي اقل حاره، ازاي الزمن وكان اقل زمن وكسب الذهب، وكان طبعا عنده اصرار غير طبيعي، ده بطل. هنتكلم في السباحه المصريه، احنا بنحقق في بطولات العالم، بنحقق بطولات افريقيا في دورات الالعاب الافريقيه ودورات الالعاب البحر المتوسط، كل البطولات بنحقق فيها، عندنا ازمنه، عندنا سباحين مكسرين ارقام يعني كرسية. اللي يخليك تحقق في البطولات الدوليه دي كلها يخليك تودع منافسات الاولمبياد بالسرعه دي. لو اتكلمنا عن فريده عثمان مثلا، هي الوحيده في تاريخ مصر كله في السباحين المصريين كلهم اللي خدت ميداليات بطولات العالم، واخده 2 برونز بطولات عالم 2017 2019، وده انجاز عمره ما حصل في تاريخ مصر. عشان كده اخفاقها في منافسات طوكيو كان محبط جدا لكل الناس. انا شايف ان احنا في السباحه لسه بعاد في الاولمبياد، يعني في دورات الالعاب الاولمبيه او ان احنا ننافس على ميداليه او نوصل لليفل في السباحه ان احنا ناخد ميداليه اولمبيه، انا شايف ان احنا لسه بعاد، محتاجين شغل، محتاجين مجهود، محتاجين ان احنا نعلى باللعبه شويه في مصر، نطور نفسنا، عندنا السباحين كلهم في مصر ما حدش بيتدرب في مصر، كله بيتدرب في امريكا. يعني انا هضرب لك مثال برضو استاذ علي لو تسمح لي، يعني احنا مثلا زي ما عندنا مثلا متقدمين جدا في كره اليد ولفتنا انظار العالم كله وحققنا مراكز عالميه في بطولات عالميه مختلفه، الاسكواش نفس الكلام، بقينا اسياد العالم بالمعنى الحرفي للكلمه وبما لا يدع اي مجال للشك. طب ما في رياضات اهي بعيدا عن كره القدم القائمين عليها وصناعها طوروا من نفسهم لدرجه ان هم بقوا تاني اسياد العالم في الرياضه دي، ايه المانع ان النموذج ده اللي يحتذى بيه يتطبق في رياضات مختلفه عشان نقرب برضو من نفس انجازات الاسكواش؟ زي ما بقول لحضرتك احنا في السباحه ابطال افريقيا، عندنا مسبحين كويسين جدا بيلعبوا، يعني فريد عثمان، علي خلف الله، مروان القماش، يوسف رمضان، الاربعه ما بيتدربوش في مصر، كلهم بيتدربوا في امريكا، عندهم جامعات هناك كانوا واخدين فيها منح، بيلعبوا في دوري الجامعات الامريكي محققين ارقام كبيره جدا، بيلعبوا مع افضل السباحين العالم، بيتمرنوا على ايد افضل المدربين في العالم. فاعتقد ان هم ما قصروش، انا مش عايز اقول ان حد قصر في البعثه هناك في منتخب السباحه، كله لعب على قد مجهوده على قد امكانياته، انا شايف ان دي امكانياتنا في السباحه، مش عايزين نضحك على نفسنا، دي امكانياتنا في السباحه، ان احنا ننافس على ميداليه في ليفل تاني لازم نوصل له، احنا لسه ما وصلنالهوش، لكن احنا كسباحين عندنا سباحين كويسين جدا، فريد عثمان دي رياضيه مشرفه زي ما بقول لحضرتك، واخده ميداليتين في بطولة العالم، ده حاجه ما حصلتش في تاريخ مصر. فما ينفعش ان احنا نقول عليها ان هي مش مؤهله او ان هي ما تقدرش، لا هي تقدر، بس هي محتاجه برضو ان هي تطور شويه من نفسها، يبقى في شغل معاها اكتر في بره في مع المدرب بتاعها او مع البرنامج اللي هي بتشتغل عليه. مش عاوزين برضو ننسى ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه بسبب الكورونا والتجهيز، السنه دي ما كانش يعني الاربع سنين صعبه على العالم كله، صعبه على العالم كله طبعا انا عارف، بس انا بقول لحضرتك ان الليفل بتاعنا في مصر برضو في الالعاب، مش في كل الالعاب، احنا في العاب بننافس فيها.